لأنه تطور كثيرا بقيادة مدربه ميلوتين سيرجيفيتش السربي الذي سبق له أن واجه الجزائر عندما كان مدربا لرواندا في تصفيات مونديال 2010. لعبنا معها في البوليدة في 2009، فزنا عليهم ب3-1 آنذاك في سنة 2009. هو اليوم يشرف على منتخب أوغندا بعدما أشرف أيضا على زامبيا كذلك، ودرب الزمالك المصري ودرب أورلاندو بايرتس ودرب هلال أم درمان السوداني. إذن المنتخب الجزائري بمعنويات أخرى، بنفس جديد، يدركون اللاعبين جيدا بأن الجماهير الجزائرية وقفت إلى جانبهم بكل روح رياضية، وقفت إلى جانبهم بوقفتها التي صراحة لا نجدها في أماكن أخرى، مع خالص الاحترام بالنسبة للجماهير التي ساندت جمال بلماضي وساندت لاعبي المنتخب الجزائري، لأنها مع الوقت ومع الانتصارات التي حققتها والأفراح التي عاشتها الجماهير الجزائرية أدركت أيضا مع الوقت بأن المنهاري كان الجهة اليمنى يلعبها لغزال، والتغطية الدفاعية مورا والناس وزيدات كوافي جديد، الكرة من هنالك على الجهة اليمنى لغزال، تسترجع فروة صارت لصار عناصر المنتخب الأوغندي. إسماعيل بن ناصر بروعة والحكم يرجع ويصفر خطأ ضد إسماعيل بن ناصر. يوسف مازال كثرت يا يوسف، الكرة الراسية والحارس بروعة، الراسية من آدم زرقان والحارس ينقذها لوك واغو بروعة. رامي كرة صعبة لصالح عناصر المنتخب الأوغندي، التسديدة ومرة سلامات. يبدو أرضية الميدان شوية زلجة، شفت زوج ولا ثلاثة لاعبين. رامي بن سبعيني في التغطية، يو توبة رائعة، رائع رامي ورائع توبة، والحكم المساعد رفع راية التسلل في وجه المهاجم كاريسا. لعب توبة بعيد الأمام، تغطية دفاعية من الواليو زرقان، آدم يدخل، آدم التوزيع والكرة في ضربة مرمى، كرة آدم زرقان. ما عاد يذكروني الشباب بأنه لعبنا هنا ويا وبين لاعبين كلهم عندهم تدخل من كيزيتو يا سيد محمد حسين عادل حكم هذه المباراة. عدينا انا عرفت بانه انت في حياتك العامه مسافة الاياد على جهه اليمنى والتوزيع خطيره، جول جول، هذه برجلك يا يوسف، هذه برجلك يا يوسف، تبعها براسه، اي يا 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 برجلك، انا نشوفها من بعيد فقط ولكن انت اقرب واذكى مني في الكره وتعرف اتجاه الكره. حاول يبحث عن الثغره، يلعبها في الوسط لزرقان. في ثمانينيات القرن الماضي مثله مثل عديد اللاعبين الاخرين في المراوغه، بن عياد يوزع كره راسيه من اسلامي توصل اسماعيل بن ناصر، هي للمراوغه اسماعيل ماسف بليلي بليلي، اوي اوي والكرة في الركنية. لما تدخل منطقة العملية تفعل ما تريد، لما تكون يا غزال الأول لصالح المنتخب الجزائري. هاي لا الدفاع، يوسف يحطها فوق راس إسلام في العي، يا 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 بعيد الكرة هذه، وراحت ضربة مرمى، كرة يوسف بليلي لصالح الحارس لوكواغو بعد 20 دقيقة لعب، 0-0 في ولا يمكن أن ينال منهم أي خسارة أو هزيمة، ولا يمكن أن ينال منهم أي إقصاء، وصبرهم الجميل أكيد سيكلل صبرهم. على ثانية جزائرية عن طريق اللاعب رامي بن سبعيني، وفيه خطأ وتدخل وبطاقة صفراء أولى يخرجها الحكم، أول بطاقة صفراء. لا وين رايح يا إسلام، وين رايح يا إسلام، خلاص نلعب أمام منتخب متجمع بشكل واضح، نجد نفسه لحد الآن. رامي إسلام، إسلام يلعبها من هنالك لإسماعيل وخطأ، هاي المخالفة الصعبة، هاي المخالفة على مستوى خط 20 متر لصالح المنتخب الجزائري، وإسماعيل بن ناصر موجود في كل مكان، الكرة ملعوبة القائمة الثانية، إسلام وجول، إسلام وجول، يا سلام، الهدف الأول من عيسى مندي في الدقيقة الثلاثين، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، زلت لسان لم تكن زلة، بل كان لساني ينطق وقلبي أيضا ينطق ويدعو إلى تسجيل هدف أول، كنت أقول بأنه بعد تسجيل الهدف الأول عناصر المنتخب الأوغندي ستخرج وتنكشف وتظهر المساحات والفراغات ويزداد الإبداع. فباليسرى داخلة في القائمة الثانية، بعيدة راحت راحت راحت، أوه لا 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 لا
لا لا لا لا، الحكم يعلن ركلة جزاء، الحكم يعلن ركلة جزاء، واغبروح من هنالك يا زغبروح من هنالك، مياه انقذها يا سلام بروا، انقذها يا سلام زغبة بروا. حارس الجزائري مصطفى ينقذ ركلة جزاء قيمتها كان يغير تماما ليوسف بليلي. هذه واحدة من رائع بليلي، تسترجع غزل ويستفيد من خطأ يصفر له حكم المباراة، يفعل بالكرة ما يريد بليلي. ما شاء الله لعب نهاية موسم جيدة يعني، والجماهير الجزائرية في حاجة إلى نفس قد يأتي من كرسي الاحتياط لحد الآن، ورغبة في أنك تحقق فوز معنوي يعني. رامي بن سبعين يبحث، هيلة هيلة لإسلام، كانت ممتازة في اتجاه آدم زرقان. في القائمة الثاني كان رشيد غزال، كرة ضعت من آدم هذه المرة، خفضوا الريتم، انخفض شوية في هذه اللحظات لو لاحظتم معي أو مع بداية هذا الشوط الثاني. خطأ يصفر الحكم لصالح عناصر المنتخب الأوغندي بعد مرور 11 دقيقة لعب، لحد الآن ما زال التفوق لصالح المنتخب الجزائري 1-0. دهسوا آدم زرقان هنا في هذه الكرة في الارتقاء من أمام آدم، ممتازة ليوسف، دخل على الجهة اليمنى يوسف بلايدي، يوسف الجول، يوسف والحارس صدها، الزاوية كانت مغلقة يا بلايدي، الزاوية كانت مغلقة. الكرة العرضية واسماعيل، اسماعيل، اسماعيل، بابا 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 رائعة. صدقوني بأن اسماعيل بن ناصر كان متأكد بأنها في إطار راح يوسف، يوسف 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 بابا جول. يا سلام عليك، مبدع ورائع وممتع أنت يا يوسف. يوسف استلم، يوسف دخل، يوسف راوغ الأول وتخلص من الثاني وأضاف لهما الثالث، دخل وسدد وسجل وأداء الهدف الثاني، هدفان لصفر للمنتخب الجزائري أمام أوغندا في الدقيقة 80.